في ظلال السيرة. ماذا تفعلون يا أهل يثرب بمنى؟ كان الحجاج الوثنيون يغطون في نومهم على أرض منى، وفجأة دوت صرخة مزعجة أيقظتهم، ملأت أجواء منى بالفزع وجعلتهم يقفون على أقدامهم. شخص لا يدرون من هو ينادي أهل المنازل يصرخ بهم: يا أهل الجباجب، هل لكم في مزمم والصبات معه قد اجتمعوا على حربكم؟ عرف الوثنيون أن هذا الصارخ عدو لمحمد، لأنه يسميه مذمما ويسمي المسلمين بالصباه، فتأهبوا بسيوفهم واستعدوا لجيش خفي لا يعرفون متى يفجأهم ولا من أي الجهات ستكون غارته. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فطمأن أصحابه وأخبرهم أن هذا صراخ شيطان العقبة، وأمرهم بالانصراف فورا والتسلل بين هذا الضجيج. لكن حماس الحرب اشتعل في رأس أحد الأنصار واسمه العباس بن عبادة، فتمنى خوضها لله. كيف لا وهو الذي طالما خاضها للأصنام؟ فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل منى بأسيافنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هدأ حماسه وأخبره أنه لم يؤمر بحمل السلاح، وقال: إنا لم نؤمر بذلك، ارفضوا إلى رحالكم. فرجعوا فاضطجعوا على فرشهم، بينما بقيت منى ساحة من الفوضى والإشاعات، مما حمل بعض الوثنيين على أن يركبوا نحو مكة ليخبروا طواغيتها. ولما أشرقت الشمس على أرض منى، إذ بدبيب الخيل يهز الأرض ويثير الغبار من بعيد، اقترب الغبار ودنت الخيل، فإذا هم فرسان قريش وفيهم الحارث بن هشام أخو أبي جهل. طاف الفرسان، فطافت شكوكهم حول مخيم يثرب، ثم توقفوا أمامه، فصاح قائدهم برجال يثرب: يا معشر الخزرج، إنه قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا لتستخرجوه من بين أظهرنا، وإنه والله ما من العرب أحد أبغض إلينا أن تنشب الحرب فيما بيننا وبينهم منكم. لزم المؤمنون الصمت ولم يتفوهوا بكلمة، فتقدم وثني يثرب نحو المتكلم يعتذرون، يقولون: والله ما كان من هذا شيء وما فعلناه. كان الشاعر كعب بن مالك صامتا يرمق والد جابر الذي أسلم البارحة،
ووالد جابر ينظر إليه، ولغة العيون تتكلم. فلما هم فرسان مكة بثني رقاب خيلهم والعودة إلى مكة، تفوه كعب بكلمات، كلمات جعلت شقيق أبي جهل يرمي نعليه باتجاهه.